أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت تريد تكبر؟ إذا تريد تكبر خد تكبر عناصرك الروحية، خد تكبر نفسك. إذا كبرت نفسك هنا بعد حتى البدن بعد يطيعك، البدن يكون مطيع لك، كل شيء يكون مطيع لك. فأنت كبرك وحجمك بمن؟ بمواهبك الروحية يا أيها الإنسان. هذا أنت بهاي حقيقتك. أما مسألة الأمور الأخرى اللي تشترك فيها مع الحيوان، فلماذا تفخر فيها؟ لماذا تفخر؟ الآن بماذا تفخر أنت أيها الإنسان إذا كنت على مستوى المادة؟ بماذا تفخر؟ تفخر بالنظر؟ الآن مثلا يقال بأن الصقر نظر آلاف بل ملايين، ربما ملايين المرات في قوة، بحيث القوة يضاهي الإنسان أكثر من الإنسان بملايين المرات في قلب السماء، ويرى الفريسة وهي على الأرض، الصقر مثلا. زين، بماذا تفخر؟ تفخر بالإنجاب، كثير من الحيوانات تنجب أطفالا كثر في بطن واحدة. بماذا تفخر أيها الإنسان؟ ما هي قيمتك في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى؟ هل خلقك الله عز وجل لكي تأكل وتشرب وتنام؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما خلقت كالبهيمة المربوطة همها علفها. أنا ما الله ما خلقني هذا الشيء. السيد أحمد الحسن سلام الله عليه حدد لك، قال لك؟ قال لك قيمة الدنيا، قيمة حياتك الدنيا بموقفك. شقد أنت عندك موقف؟ موقفك هو قيمتك. اختار لك موقف، شنو موقفك؟ هذا الموقف هو قيمتك الحقيقية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: حجم وطول عمرك الحقيقي في هذه الحياة هو بحجم موقفك فيها. فإياك أن تمر في هذه الحياة بلا أثر وموقف حقيقي يحكي وقوفك مع الحق وضد الباطل. الإمام سلام الله عليه في كلمة الله، الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه يقول: ادعو الله أن يملأ قلبك حبا له سبحانه وتعالى، فلا شيء آخر يستحق العناء. ماكو شيء آخر يستحق العناء. شنو فرق هذا التعبير عن تعبير جد أمير المؤمنين: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. ماكو شيء غير الله سبحانه وتعالى يستحق العناء، ماكو شيء أهم من الله سبحانه وتعالى، ماكو شيء أهم عند الإنسان من دينه. ادعو الله يملأ قلبك حبا له، من الله، من تحب الله سبحانه وتعالى تستشعر عظمته. عفوا، فلا يوجد شيء آخر يستحق العناء. وين موقفك أيها الإنسان بهذه الدنيا اللي راح تختصر بعمرك؟ كل واحد بينا خلي يشوف وين مواقفه اللي راح يختزل عمر الإنسان في هذه المواقف، هذا في هذه الحياة الدنيا.